أهمية العراق لدى أمريكا. تكمن أهمية العراق بموقعه الاستراتيجي المطل على بوابة الخليج، والذي يشكل أحد الطرق الرئيسية للتجارة العالمية ويساهم في توسيع إطار العلاقات الاقتصادية بين بلدان العالم، كونه أحد الأقطار المصدرة للطاقة ويمتلك ثاني احتياطي نفطي في العالم. ومن هنا يأتي الاهتمام المباشر بأوضاعه. يرى المختصون في شؤون العراق والشرق الأوسط أن على الولايات المتحدة أن تدرس بدقة تطورات المشهد العراقي السياسي، وأن تعتبر مصطفى الكاظمي أحد الحلول الوسطى، والسعي لتأمين حضوره في ولاية ثانية ودعمه بقوة ليكون بمثابة فرصة ذهبية على واشنطن ألا تهملها، وأن تنتفع منها عبر الحضور الميداني الذي يقدمه الكاظمي وسعيه لإعادة العراق إلى تأثيره العربي والإقليمي. تسعى هذه الرؤية لفهم آفاق العملية السياسية والتطورات الناجمة عنها، وذلك عبر اعتماد رأي صريح لإدارة الرئيس جو بايدن بالتعامل مع الفصائل المسلحة العراقية المدعومة من إيران والمسؤولة عن تقديم جميع أوجه الدعم لتلك الفصائل. وإن الهجمات التي تنفذ على مقرات عسكرية ومدنية وأفراد هي من صنيع تلك الفصائل المسلحة، وإن واشنطن تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس عند الضرورة، ولكنها تولي الأولوية للعمل الحكومي في ردع هذه المجاميع وإيقاف تلك الهجمات. كل مفاصل القرار الأمريكي تجمع على اعتبار العراق منطقة حيوية للمصالح الأمريكية المستقبلية، وإن أي انسحاب متسرع سيكون بمثابة كارثة على العلاقات الأمريكية مع حلفائها الإقليميين، وذلك نظرا لأهمية العراق وتأثيره على مجمل الأحداث القائمة في الوطن العربي والشرق الأوسط التي تحظى باهتمام كبير من قبل المؤسسات الفاعلة في الإدارة الأمريكية الحالية. لذا يرفض المراقبون السياسيون عقد مقاربة بين الوضعين الأفغاني والعراقي، معتمدين بذلك على أهمية العراق الجيوسياسية والاستراتيجية التي يتمتع بها والتي تعرفها أمريكا جيدا وتقدر أهميتها، ولن تجازف بالتفريط بها ولو لساعة واحدة، ما يعني أن ما حدث في أفغانستان لن يتكرر في العراق حتى في العام 2023.